يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول هاجر زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: عندما سمعت صوتا فقالت: إن كنت غوثا فأغث، إن كان عندك غوثا. نعم، يقول: فهل في هذا دليل على جواز دعاء الغائب فيما يقدر عليه؟ لا، سمعت الصوت فقالت: إن كان عندك غياثا فأغث، ما هي تطلب من جبريل، إنما تقول: إن كان عندك غياث فأغث، لأن بحاجة إلى من يغيثها. سمعت الصوت فعلمت أن عندها أحد، أن عندها أحد، فطلبت من هذا الأحد الذي سمعت صوتها أن يغيثها. نعم، فهو حاضر، جبريل حاضر، ما هو بغايب. نعم.